انضمامي حق لعبة المبارزة في نادي يرموك الرياضي صارت محض الصدفة مثل ما يقولون. كنا قاعد نلعب احنا في عمر 11 سنة ولا 12 سنة، كنا نلعب دائما بالفريج لعب كرة قدم وهالأمور، فكنا نحب ندش دورات نحقق على ميداليات وكؤوس. كانت في سنة 97 هالكلام، واحنا قاعد نلعب حققنا مركز دول في بطولة الفريج وميداليات. ولد عمتي شاف ان انا فيني شغف ان انا احب احقق ميداليات واحب التحديات والامور، فقال لي ايش رايك تدخل معي لعبه المبارزه؟ قلت انا احب لعبه كره القدم وشايفنا اليوم اخذين دوره وكذي. قال ترانا في لعبه المبارزه حاليا وعندنا نفس نظام التحدي اللي انت تحبه، قال احنا ندخل بطولات نحقق ميداليات، وقال في نادي اليرموك ترى مسوين تشالنج وايد حلو اللي يحقق ميداليه يكتبون على الشريط اسمه، اذا اخذها ثلاث مرات يمتلك الميداليه. انا قال لي كذي الحين مو بالي مبارزه، بالي ان ادش التحدي هذا. فقلت يلا ابي اروح ان شاء الله نادي اليرموك وادخل معك. دخلت استقبلنا في نادي اليرموك الرياضي كابتن عبد الله صلاح، كان هو يعتبر الاب الروحي والعمود الفقري للنادي، كان يعتبر هو اب ما كان مدرب، كان باستقبالي في النادي وكان عنده نظره ذكيه، يدري ان لاعب الكويتي او الولد الكويتي ما راح ينجذب مباشره حق لعبه المبارزه، كان يعطينا تدريبات لياقيه وتمرينات، واخر التمرين يعطينا لعبه صغيره اللي هي كره صغيره ونلعب في النادي. فصار انا الحين احب لعب الكره عندهم، صار اجواء وايد حلوه، اجواء وايد جميله، فكنت يومين اداوم عندهم في التمرين، لدرجه ان كنت اذا في يوم غبت كان يتصل علي كابتن عبد الله ويتصل على والدتي يقول لها احمد وين؟ يبي لي النادي. فحسيت انه في اهتمام المدرب، معناته هو شايف فيني شيء، فلازم انا اشد من نفسي. فالوالده كانت تقول احمد انا انحرج لما يدق علي كابتن عبد الله، حتى لو كنت نايم قاعد من النوم توديني النادي، وكان يشد علي اذا انا تاخرت. خطوه بخطوه تمرين مع كابتن عبد الله، بدينا نشتغل، بدينا ندرب. الحين خلصنا الاعداد العام اللي هو بدايه الموسم اللي هو لعب كره وناسه، قال لي احمد الحين لازم نتوجه حق المبارزه ونبدا اعطيك شوي اساسات المبارزه. يوم بدا يعطينا اساسات المبارزه صار في شغف باللعبه، انت مجرد ما تمسك السيف، مجرد ما المدرب جاب لك ويسمونه احنا عندنا الدرس، مجرد ما يعطيك الدرس تبدا خلاص يصير في ارتباط بينك وبين المدرب. اليوم تعلمت حركه، باكر انا ابي اتعلم حركه ثانيه، فكنت دائما انا ابي اروح النادي واتدرب مع كابتن عبد الله واحاول ان اتعلم شغلات جديده. لله الحمد ان خطوه بخطوه لين كابتن عبد الله وقفنا عريلي في لعبه المبارزه. بعد ما كابتن عبد الله صقلني ودربني وهيئني للعبه المبارزه، نادي اليرموك ايضا استعان في مدربين وتعاقد مع مدربين من جورجيا كانوا مدربين على مستوى عالي، وبديت خلاص انا من مرحله المدرسه مثل ما يقولون لمرحله شوي صقل الموهبه مع مدربين الحارين الجورجيين، وبديت خطوه بخطوه الحمد لله لين اكتشفت ان انا ممكن يكون لي شيء في لعبه المبارزه يوم عملوا بطوله داخليه. اول بطوله داخليه كانت في سنه 98، لله الحمد قدرت احقق المركز الاول، وكانت مفاجاه للمدرب وليانا، يعني المدرب قال اللاعبين الموجودين في نادي يرموك يسبقونك سنوات في اللعب، ولكن الحمد لله هي توفيق من رب العالمين. توفقت في هذه البطوله الداخليه وحققت المركز الاول. مجرد ما حققت المركز الاول صار عندي حاليا تارجت وهدف ان انا ممكن احقق شيء في بطولات الاتحاد. في سنه 98 او اوائل 99 دخلت في بطوله كاس الاتحاد للمبارزه اللي فئه الاشبال. المستوى كان جدا عالي وقت المبارزه هذه 98، انا اكلمك عن ذروه المبارزه بعدد النجوم عدد اللاعبين من سنه 98، يعني من 98 هذه تعتبر يعني حقبة مليئة بالنجوم مثل الأندية، مثل عندك في القادسية متميزين، عندك في نادي الجهرة، في نادي السالمية، في نادي الكويت، نادي الشباب، ناديين جد يعني المنافسات جدا جدا كانت قوية. فمجرد ما لعبت أنا البطولة خسرت أمانة في أول بطولة، أنها أول مشاركة لي ولاعبين جدا كان مستواهم عالي، وأنا طالع ضايق خلقي على المدرج، كان يلي مشرف الفريق أنا ذاك، فقال لي ليش ضايق خلقك؟ قلت له يعني توني خسران من البطولة شيء، يقول أنت توك أول بطولة تلعب، صار لك سنة تلعب، هذول صار لهم اربع خمس سنين مشاركين بالمستجدين، مشاركين في الاشبال، هذول لاعبين منتخب، انت تبي تصير نفسهم شد حيلك في التمرين. فاعطاني ترك معين انه سبب نجاح اي انسان انه يجتهد في التدريبات. بعد كلمه الاداري فريق نادي يرموك يا ما قال اجتهد في التدريبات، بديت انا بالنادي اتمرن بشكل متواصل، لدرجه ان حتى اهلي يحجزون شالي اقول لهم لا تحجزون ايام الاسبوع، خلوكم بالويكند لان انا ابي اتدرب، فكنت مخلص جدا في التدريب. بسنة 98 و 99 كان نظام البطولات مفتوح، تقدر تلعب، انت تدرون البي عندنا المبارزة عندنا سلاح الفلوري وسلاح البي وسلاح السابر، ثلاث أسلحة مختلفة عن بعض. ذيك سنوات كان مفتوح تقدر تلعب ثلاث أسلحة، الحمد لله أنا كنت مميز في ثلاث أسلحة. مع التدريبات لا الحمد قدرت في سنة تقريبا سنة 2000 حققت أول ميدالية لي على مستوى المراحل السنية في الأشبال، كانت برونزية الفرق.
فوايد كنت سعيد فيها انه فعلا التدريب القوي وصلني ان احقق ميداليه. فصارت خلاص الميداليات صارت عندنا شيء طبيعي ان احققها في المستوى المحلي، خصوصا في الاشبال والناشئين، يعني اطلع بكل موسم 3 ميداليات 4 ميداليات اذا شاركت مع الناشئين في 3 اسلحه، كانت دائما تكون اغلبها تكون بالفرق. انا قلت بيني وبين نفسي انا لا فرق، اوكي حققت ميداليه، انا حاليا ابي احقق ميداليه على المستوى الفردي. لله الحمد قدرت احقق ميداليه على المستوى الفردي، صار حين حاليا التارجت مانا لا انا بذهبيه بيصير بطل الكويت. فكان عندي تحدي جدا قوي في بطوله الفرق السابر الناشئين، كان فريق الغاتسيه محتكر البطولات مع بسنه تقريبا 2002 او 2003، كان نادي الغاتسيه محتكر بطولات السابر على اشبال ناشئين عمومي، فريقهم كان جدا قوي في بالذات في الناشئين، كان محمد كاظم وعزيز سيف كانوا هم الفريق اللي محتكر بطولات الكويت. فانا قلت انا ابي ادخل خلاص ابي اصير بطل الكويت، لمتى هم محتكرين هذه البطولات؟ كان لاعبين مستواهم الفني جدا عالي. فدخلنا بطوله الفرق، انا كنت لاعب السابر الوحيد في نادي يرموك، وكان معي 2 زملائي ابطال، عيسى ابو شهري ومحمد ميرزا، كانوا لاعبين فلوري وواحد لاعب بي، يعني جايين جاملوني في البطوله هذه. قال احمد احنا ترى ما نعرف نلعب سابر، يعني نلعب اوكي نحبها وكذي بس ما نجيدها، نعرف نلعب بس ما نجيدها، انت قاعد تباري نادي القادسيه ونادي الجهره لاعبين جدا قويه، يعني ما نقدر. قلت ما يخالف تعالوا ساعدوني، والله الحمد يعني كنا مو مرشحين. ليه من انا حطيت مثل ما يقولون كلمه، انا قلت انا لازم احقق شيء، والله الحمد هذه كانت اول ذهبيه لي في سلاح السابر، كانت في الناشئين. في سنة 2005 يعني بدأت الأنظار تتجه بعد حصولي على بطل الكويت للناشئين، قلت أنا لازم أحقق في السنة العام بصمة تكون لي. كانت المنافسات جدا شرسة بين الأندية جميعها، القادسية، الشباب، الجهرة، كانوا لاعبين لهم باع طويل. أيضا قلت لك النظام كان أن النظام مفتوح، حتى لاعب الفلوري ولاعب الإبي كان ممكن يشارك، كان ممكن يزعجك، في لاعبين يتقنون 3 أسلحة، عندنا مثلا أسطورة المبارزة عبد المحسن شهريان كان ممكن يشارك معك في 3 أسلحة ويحقق 3 بطولات، فأنت كان عندك زيادة عن لاعبين سلاحك. كان في لاعب مثل عبد المحسن شهريان احنا كنا نحاول انه ما يكون في دربنا، يعني لأنه لاعب جدا متفوق، لاعب له مهارات فنية جدا عالية. لله الحمد قدرت أحقق بطولة الكويت في سنة 2006، وكانت هذه من أغلى البطولات اللي حققها على المستوى المحلي، لأنه كان قلت لك ان المستوى المحلي جدا عالي، تدربت فيها تدريب قوي لدرجه ان في حتى وانا كنت رايح الشاليه كنت اقول على الشاليه فتره الصيف دائما احنا كنا نروح كان يشوفوني اهلي اتدرب بس خلاص تمرين، قلت لا انا عندي هدف، عندي هدف وحاب احصله، حاب اوصل له. كان هدفي ان احصل على بطل الكويت سنه عام، ولله الحمد في هذه السنه حققت على افضل لاعب عمومي في دوره الكويت لسنه 2006، فهذا يعتبر من افضل انجازاتي على المستوى المحلي. بعد حصولي على ذهبية بطولة الكويت سنة 2006 صار خلاص من داخلي دافع أن أحمد أنت صعب أن لاعب يحقق ذهبية في لعبة المبارزة كل سنة، صار عندك حافز أن أنت على الأقل تكون من أول المربع الذهبي، فصار أن أنت لازم تشد زيادة من التدريب. أنت بلعبة المبارزة مجرد ما أنت يعني توقف من التمرينات ممكن اللاعبين خلاص يبدأ يسبقونك، فصار مثل ما تقول ديربي بيني وبين زميلي محمد كاظم لمدة يمكن 4 بطولات 5 بطولات، احنا دائما في النهائيات يا انا اول او هو اول، فكنا الحمد لله ان بالتصفيات نكون مستوانا زين فنتلاقى دائما في النهائي. المنافسات كانت جدا شرسه، فانا دائما احب افتخر بشغله ان جيلنا احنا جيل ترك بصمه، احنا كان في سلاح السابر سلاح ما كان في عدد نجوم وايد، يعني كان لدرجه ان اللاعبين البي والفلوري يدخلون البطوله يحققون ميداليات ينافسون لاعبين السابر، ولكن لا الحمد مجرد سعودي انا وعبد العزيز سيف ومحمد كاظم ومحمد نجم، هذول الجيل احنا جيل واحد، احنا خلاص بدينا خلاص ما نعطي مجال حق لاعب الفلوري او لاعب لبينه ممكن يدخل. صح في نجوم سابقين عندنا كانوا يحققون اول يحققون ثاني بس كان عددهم قليل فيعطي مجال حق لاعبين لبي وفلوري يدخلون، لكن احنا مجرد ما صعدنا للفئه العمومي صار من النادر ان لاعب الفلوري او لاعب لبي ممكن يدخل معنا عمومي. انا اكلمك هذا الكلام قبل لا يصير عندنا نظام التخصص اللي كل واحد يلعب سلاحه، بس لما كان النظام مفتوح كنا احنا الاربعه تركنا بصمه ان ما حد يدخل دور الاربعه الا لاعب سابر مع لاعبين المنتخب السابقين. طبعا حاب اتكلم انا عن لاعب يعتبر رفيق دربي في النادي اللي هو كابتن علي السيد، كان رفيق دربي واكبر مني سنا وكان يعلمني في امور السابر، وكان له فضل علي ان انا اوصل لهذا المستوى. كان بيننا
ديربي في النادي قبل أن نروح المنتخب. كان المدرب دائما مدربنا يقعد لاعبين صغار يقول بيكم تعلموا من هاللاعبين هذولا. كنا نلعب مع بعض لعب فني عالي، حتى لما كنا نطب مع بعض في البطولة كان يقول الأندية الثانية يقول نبيكم تمتعونا في لعبة السابر، نبي نشوف مباراة. فكان لأنها من نادي واحد فتكون حساسيتها قليلة، فكانت الأمور الفنية وايد تكون عالية. علي سيد لاعب فني عالي، فكانت الأمور وايد المباراة تكون جميلة وأنا أستمتع ألعب مع هذا اللاعب الأنيق. بعد هذا المستوى اللي أنا قدمته والأندية الثانية تطلب أن مبارياتنا تكون حلوة، تم استدعاء للمنتخب سنة 2002 وكان للسن العام. فهذه كانت صدمة لي أن شيء وايد حلو أنا لاعب ناشئ وتم استدعائي للمنتخب الأول في أول معسكر لي في هنغاريا استعداد لبطولة ألعاب غرباسية في الكويت سنة 2002.